حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. ممكن يكون شعري طلع على فكرة من ساعة ما ابتدينا. الصبر الصبر ربت خلص. يلا بقى يا علي خلصيني، مش معقول. اهي اهي وريني كده. حلو قوي، عجبيني بجد. حلوة بجد. اه مش عاجبك ولا ايه؟ مش طالعه بره يا بنت. يا بنتي استني مش طالعه بره. مش فاهمك، ده تربن اسمها تربن ايه؟ انت بتهزري؟ ده هو ده اللي سو كول؟ سو كول ده ده كول؟ مش عارفه انا كده هبقى فرجه اكتر. كريكا بعينه برزه. تعالي تعالي انا هعمله لك سبانيش. سبانيش؟ طب استني اطلع البوجي كارينا بكم من الدولاب يا خيف. لا استني بس. يلا حبيبتي يلا قدامي يلا. موضوع ان لسه اتكلم قبل ما تيجي محدش تعلمه وهو صغير غيري ولا ايه؟ والله لو ضامن انك هترد عليا كنت اكيد كلمتك. مش فاهم حاجه؟ مش جاي لك الضيف، اقعد. هو في ايه؟ اكيد في حاجه مهمه. بقول لك يا سليم، انت بقيت لي نصيبك في الشركه؟ حصل. وحصل ليه؟ عشان بقالي فتره مبوظ الشغل. مبوظ الشغل فتيجي ترمي لي قرشين على اساس ان انا هقبل العوض. على اساس انه بيزنس قبل ما نكون صحاب. ولو انا غلطت غلطه فالمفروض ان انا اصلحها. وبرضه عشان ما يتقالش ان انا مش قد المسؤوليه وان انا مولود في بق معلقه ذهب وانت ماشي ترطرط بالكلام. انا فعلا قلت الكلام ده بس انا ما غلطتش فيك. كلمتين وطلعوا مني وانا متعصب. عندك حق تقول اللي انت عايزه يا هشام، وانا برضه عندي حق احل مشكلتي بالطريقه اللي انا عايزها.
هو انت ايه اللي بيحصل معاك؟ انا مش فاهم لك حاجه. ولعلمك بقى مش انا لوحدي اللي قلقان عليك. قلقكوا على عيني وراسي، بس مفيش حاجه كله تمام. مفيش حاجه وكله تمام. اه مفيش حاجه كله تمام يا هشام. انا بس ماليش مزاج اشتغل. بعتذر لك يا هشام عشان كده لغيت الشراكه اللي بينا، ومش عايز نصيبي من راس المال ولا من الارباح. الارباح وراس المال، كل تفكيرك هتعوضني ازاي في خساره الفلوس. ولو انا وانت خسرنا بعض هنعوضها ازاي دي يا معلم؟ لا مش مقتنع عبدي صراحه، اللون مش قليل عليها. مالو بص دي لا احنا بندور على حاجه تبقى تكون شبه كده البيرسوناليتي بتاعتنا، ولا بندور على حاجه تكون اكتر في الفوني؟ لا لا كده ولا كده، يعني انا عايزه حاجه هاديه وبسيطه. ممكن تبقى الطول ده اللون متى تعالوني يا جماعه. حاجه تبقى زي كده. على فكره انت ليكي عندي حاجه وايلد تحفه، ميني باروكه فك شواتير تبقى جميله جدا عليكي. هو في ايه؟ لو عايزه هجيلك. على فكره انا الوسط الفني كلهم زبايني. طب بص ركز، ممكن تركز مع استاذه امينه؟ يا ريت. اوكي تمام اوكي. اكسكيوز مي مالكوا ايه؟ شفت ايوه ده تمام ده تمام حلو قوي. ايه هتتقايي ولا ايه؟ دي كانت زي الورده المفتحه يوم ما جت هنا. ملوش كبير يا حزه. المهم كويس ان شاهد مش موجوده، عشان كنت عايز اتكلم معاك شويه قبل ما تيجي ويركبها 100 عفريت. ايوه يظهر انها جت. اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا شاهد؟ عندك مؤتمر هنا؟ لا ابدا، انا بس كنت جاي عايز اتكلم معاكي شويه. خير اللهم اجعله خير. هو في ايه؟ امينه تعبانه. انت عامله المناحه دي عشان امينه تعبانه؟ عندها ايه يعني؟ احنا مالنا؟ بعدين يعني هو حضرتك جاي من القاهره لاسكندريه عشان تقول لنا ان امينه تعبانه؟ لا، عشان انت تقدري تساعديها. انا هساعدها بايه؟ انكم تبقوا مع بعض، تعيشوا اخوات. مش بس كده عز، انا لسه ما كملتش كلامي. امينة عندها لوكيميا، يعني سرطان في الدم، وجايز جدا نحتاج نعمل لها عملية زرع نخاع. عالية مطابقة ليها بنسبة كبيرة قوي، بس للأسف عالية صحتها ضعيفة ووزنها قليل، يعني ممكن ما تبقاش متبرع مناسب. انت بقى الأمل، ولو انه أمل ضعيف شوية. ودي ما فيهاش خطورة عليها؟ خالص، ده زي نقل الدم بالظبط، بس عملية معقدة شوية، ما فيهاش أي خطورة، ما تخافيش. على كل حال إذا قررنا نعمل ده فأنا هبقى أقول لكم كل التفاصيل. مين بقى دول قررنا؟ صح عندك حق. إذا أنت قررتي إنك أنت تساعدي أختك وتعملي التحاليل. على كل حال أنا شايف إنه لسه بدري على موضوع زرع النخاع ده، بس أنا دايماً بحب أرتب نفسي بدري. طيب أنت لسه ما شربتش أي حاجة؟ أو ما أعمل لك قهوة عشان نعرف نقعد نتكلم. لا معلش أنا لازم أمشي على طول، بس يا ريت لو تجيبي لي كوباية مية. حاضر. أنا شفت خضتك على أختك وده مطمني. لا أنا مش مخضوضة عليها، أنا مخضوضة منها. هي جت هنا بقى عشان كده. أمينة ما تعرفش أي حاجة، حتى التحاليل اللي عملتها عالية ما حدش يعرف عنها أي حاجة، حتى التحاليل
إذا أنت وافقتي أو موافقتيش تعمليها برضو محدش هيعرف عنها أي حاجة، لأن أنا مش عايز أمينة تعرف حاجة عشان ما تتعشمش على الفاضي. شكرا. على كل حال يا شاهد، أنا مش عايز رد منك دلوقتي، أنا بايت هنا في اسكندرية. فكري براحتك، وإذا وافقت تعملي التحليل هاجي بكرة الصبح وهنتكلم في كل حاجة. ولو أنا بقى ما وافقتش أعمل التحاليل، حضرتك بقى هتسافر من بره بره؟ خلاص يا شاهد، عمك جاي من السفر وتعبان، خليه يستريح وبكرة نتكلم. وبعدين هو مش صاحب الشقة، هو جاي يبلغنا بس. جميل، يبقى صاحب الشأن بقى يجي بنفسه يطلب اللي هو عايزه. انت ما بتفهميش، تجيلك ازاي؟ بقولك تعبانه ولسه خارجه من المستشفى. مش امها بخير برضو؟ خلاص الست ناديه هنا تشرفنا هنا وتطلب اللي هي عايزاه بنفسها، وساعتها بقى نشوف هنعمل ايه. صار تحفه. انت طبعا كنت موتي لما كنتيش عملتي المشهد ده. يا بنتي انا نازله اصلا عشان اللقطه دي. كليشيه جدا قوي. ايه مش هتقيسيها بقى ولا هنفضل كده جايبينها بشوكها؟ لا لا بكره بقى مش هقدر. شيخه هاشتاج سيسترز هاشتاج جنين بنات. ماينو شوري ان احنا ناكل؟ ايوه يا بنتي انا هجوعكوا يعني عشان انا مش عارفه اكل بره. وبعدين انا مش جعانه اصلا. النبي الاحسن انا بطني بتصوصو من الجوع مش قادره. طيب انا هطلب ستيك وانت يا لولو اطلبي حاجه ثانيه ونصص. انت كررتيلي يعني؟ طز فيكي. ده من حلاوه ذوقك في الاكل يعني؟ خلاص خساره فيك، كنت عايزاكي تدوقي. وانا بقى غلسه لو قلت لكم ان انا عايزه اروح؟ البتاعه دي بس قلبت بطن شويه. الحمد لله ان احنا ما طلبناش. بس ان احنا جنب البيت. يلا يلا يا لولو. سيسترز ربنا يخليكوا لبعض يا سيسترز. انا عمري ما كان هيجي في بالي اصلا، دي التيكت خلصت من تاني يوم. ما انا بقى عارف ان انت بتحبيه، وبعدين ده اول مره اجي مصر يعني، فحاجه زي كده ما تفوتنيش. وانت عرفت منين بقى اني بحبه؟ لا ده انا بسمعه كتير قوي في الباك جراوند واحنا بنتكلم في التليفون. لا ده انت مركز. اه مركز. اتفضل. في اي بي؟ اتفضل من هنا يا فندم. اتفضل يا فندم. في اي بي؟ لا ده انت مدلعني. قلنا لو عايزين نعمل حاجه نعملها صح للاخر يا ما نعملهاش. طب هات ايدك دي. الو الو بقول لك ايه؟ اقفل وكلمني على سكايب. ماشي. ايوه غمض عينيك. غمض عينيا؟ يعني انت بتكلميني على الفيديو عشان تقولي لي غمض عينيك؟ يا عم غمض بس. ماشي بس انجزي. شعرك كده احلى بجد. هي اقصر من شعري السنه بس باينه. لا بس بصراحه تقدري تجيبي حاجه انت راعه اكتر،
بينك موف. على فكره انا بموت في الموف. انما انت متشيك كده ورايح على الحفله مع مين؟ ايه يا مينا، وانا خلصت من هنا عشان تطلعي لي انت؟ مالكيش دعوه بالكلام ده، مالكيش دعوه. ليه يا عم؟ ده انا افرح لك. لا اسمها افرح فيك. وانا قفلت الباب ده من زمان، يعني ما ينفعش اخلي واحده تتعلق بيا دلوقتي، هيبقى ذنب. ذنب؟ اه ذنب، لما انا بقى عارف ظروفي واخلي واحده تتعلق بيا دلوقتي فده ذنب. على كده بقى عمر لازم اعمل له تمثال عشان مكمل معايا. لا بس هو عمر بيعرفك من قبل ما تكوني عيانه، في فرق. بصي بقى انا هتحرك دلوقتي، بس اوعدك هبعت لك فيديو عشان اغيظك. ماشي يا عم، يلا روح. يلا باي باي. انت فين طول اليوم؟ انا يا دوب اهو وصلت البيت، خدت شاور وغيرت هدومي ونزل. انت بتعملي ايه؟ ولا حاجه. اه على فكره انا شفت صوره باروكه، حلوه قوي. اه ده انا كنت نسيت اني بعتها لك. معلش بقى كنت مشغول النهارده ما عرفتش ارد عليك على طول. بس على فكره نفس لون شعرك ونفس الطول بالظبط، انا افتكرتها اصلا صوره قديمه. هو انت متاكده مش عايزه تيجي معايا الفرح؟ لا لا مش قادره خالص، مش عايزه انزل وسط ناس بقى ويقعدوا يسالوني، ومش قادره البس وتشيك خالص. انت حتى لو لابسه جلابيه هتبقى احلى واحده في الفرح، انت عارفه. احلى واحده مين بس؟ المهم انت روح وبسط، كلمني الصبح. ماشي باي باي. ايه شكلك عايز تقولي حاجة؟ قولي قولي. اه انت كنت قلت لي قبل كده ان ليلى مش بتعرف تبات بره من غيرك، الساعة دلوقتي عدت 12 وشوية، فأكيد مش هينفع تروح تصحي جدتها دلوقتي. لا طبعا ده كلام برضه، ما انا قلت ليلى بقى ان انا ورايا حاجة لحد الصبح، وبعدين انا رشيت ليلى اديت لها 50 جنيه. لا بصراحة لولا مسيطرة خالص. لا لولا مسيطرة. طب بمناسبة بقى سيطرة لولا دي عايز اقول لك حاجتين. اول حاجة انا قلت لليلى ان انا قاعد للصبح، فانت تفضلي قاعدة معايا. لا مش هينفع. اللي بعده. طب فكري في الموضوع ده. لا فكرت وافتكرت شكل ماما وهي مسحبية بلاط الارض عشان جالها وش الصبح. فيعني اخدنا نلف ساعة بالعربية كده. نلف ساعة بالعربية؟ احنا بسنة كام احنا عشان نلف ساعة؟ طيب ايه الحاجات التانية؟ حاجات تانية؟ اه عايز اعرفك على ليلى. اكيد احب اتعرف عليها، بس مش احنا قلنا ناجل الخطوه دي شويه ولا ايه؟ ما قلنا ناجل الموضوع ده شويه لحد ما نبقى تمام. انا تمام، انت ايه؟ انسانك في العالم العادي بقى انسان التماسيح كده. ايه يا ماما ما قلتيش ليه؟ عادي يعني، ما انا انت الوحيد اللي بقف قدامك كده بحس اني متلخبطه ومش عارفه اتكلم. كريم لسه ما وصلتش؟ يا ماينو زهقانه؟ لا ابدا، هزهق ليه؟ انا متفرجه لي على 25 حلقه النهارده بس تمام. ايه اللي في ايدك ده؟ ده لقيته عند اختك، جابته كده من ملتقى التوظيف، في اسماء شركات ووظائف خاليه. وظائف خاليه؟ اشمعنى؟ لا عادي يعني كنت بتفرج عادي. اخيرا قررتي تشتغلي؟ طب حضرتي سي في؟ لا. طب بما اني زهقانه كده ما تيجي نشوف سوا. انت عايزه اشتغلي ايه؟ طب بقول لك يا ماينو، يعني انت حاسه كده ان انا اشتغل ايه؟ طب استني استني هرجع لك في الموضوع ده. الو الو. ها ايه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك ايه، تحبي ننزل النهارده ولا اعدي اقعد معاكي في البيت؟ لا النهارده انا كده كده نازله عشان شادي صاحبنا هيرجع المستشفى تاني، فكنا عايزين نخرجه.
هو انت يعني امينه ما تقوليش حاجه الا لما اسالك عليها؟ على فكره هم حطوا في الجروب ان هم خارجين، فانا قلت لهم اوكي. وبعدين دي مش خروجه قوي يعني، وانا كنت مستنياك بس تكلمني عشان اقول لك فيهاش حاجه. انا مش خارجه اسهر يا عمر ومش قايله لك. طب ما تيجي معانا. لا اجي معاكي فين؟ يعني كلهم ناس ما اعرفهمش، وبعدين دي مش خروجه يعني. ما هي فعلا مش خروجه يا حبيبي. وبعدين انت تعرف هبه وسليم. وسليم ده بقى مقطوع لكم ولا ايه؟ هو في ايه يا عمر؟ على الاقل جت من الغريب. ممكن تبطلي تلقيح كلام؟ ما انا بقول لك يلا ننزل، انت بتقولي انك خارجه مع هناء وشيرين اللي طلعونا في البخت دول. وبعدين يعني هو انا غلطانه عشان بروح الشغل؟ شايفاني بخرج لوحدي من غيرك مثلا؟ عمر انا حقيقي مش قادره اتخانق حقيقي. طب يا امينه انا هقفل وانت اعملي اللي انت عايزاه، عشان انا كمان مش عايزه اتخانق يا حبيبتي. يلا باي باي. بقى عامل زي العيال الصغيرين. هو برضو انت هتعملي زيه ولا ايه؟ مات ومتزربنا ايه؟ مش متزربنا ولا حاجه. ايه انت خارجه؟ اه خارجه. ايه ده بقى خبر برضو في البيت ده ولا ايه؟ هو في ايه؟ انا بس بسالك هتروحي لهم؟ اروح له؟ انا رايحه ازور صاحبتي. هو في ايه؟ وانا قلت حاجه؟ أمينة اتأخرتي. إيه الأخبار؟ تمام جدا. عامل إيه؟ تمام، بس طالما اتأخرتي على جماعة تغذية الروح هنضمي بقى لجماعة تغذية القروش. ماينو وحشتيني. وأنتي قوي يا حبيبتي. إيه الأخبار؟ استني أحط الشنطة وأساعدكم. وريني بقى عملت إيه كده في السلطة؟ الله ده أكل كتير قوي يا جماعة. ما تزود شوية دبس رمان عشان هما بيحبوا يحطوا رمان أساسا. تعرفي على إيه؟ عمر مش جاي أمينة؟ لا لا عمر مش هيعرف يجي، عنده شغل. يا اختي الله حلو قوي كده. انا عارفه الصوت ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش زوزو برضو ولا انا يتهيألي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ لا ابدا، اصلا لقيت نفسي قريبه من مكان قلت اقعد شويه. ازيك يا عم نعيم؟ اهلا اهلا اهلا. انت مش قلتي ده مش جايه؟ لا اصل الحقيقه والنازله كانت عصبيه شويه ما عرفتش اسالها. وانت جيتي ازاي بقى يا زوزو؟ لا دي هي جت معايا، انا جينا في اوبر. اوبر ماما. ما شاء الله. زوزو اه تعبنا. اه اهلا اهلا. معينو مامي اخيرا. ازيك يا مينا؟ ازي حضرتك؟ ياه كان نفسي اشوفك بجد من زمان، من كتر ما هبه بتتكلم عنك، بتتكلم عنك كلام كتير قوي حلو. والله وانا كمان كان نفسي اشوف مين اللي خلفت الجميله دي، مش هينفع اقول غير جميله قدام مامتها. حبيبتي ده انا كلي عقل والله العظيم، بس انت مش عارفه يا مؤمن. هعرف هعرف قريب، مصيري اعرف. استني هجيلكوا. شادي ازيك؟ ازاي؟ شادي ما تاخد دريم كده تفرجها على البرجوله هناك. احنا قاعدين معاكم يعني؟ لا حبيبي احنا قاعدين مش رايحين في حته والله، روحوا وتعالوا لنا. يلا. طيب ماشي. بتصبر من بنت شويه مش كده؟ في مالك؟ اعمل لك منظر شويه يا شادي. يلا حبيبي يلا، مش كفايه مخرجها مع جثس؟ ايه ده؟ سيلا ثانك يو. مش شبهك خالص. مين دي اللي نفس مناخيري؟ حرام عليك. حرام عليك؟ وانا مناخيري وحشه ولا ايه؟ بس دي نفس مناخيرك دي. هيا لولو تاكلي بيتزا بقى؟ مش جعانه ليه يا لولو؟ مش انت اللي طالباها؟ مش عايزاها. ماشي يا حبيبي حاضر. عايز البيتزا دي تيك اواي لو سمحت. ليلى انت كنت بتلوني؟ باين طبعا ان انت كنت بتلوني صح؟ اه. طب هي فين الرسمه؟ مش هنشوفها؟ الشنطه هوريها لبابي لما نروح. هي مش عايزه توريها لي؟ على فكره انا برسم حلو قوي. بابي انا عايزه اروح. طب ليلى انا جعانه لسه ما خلصتش اكلي. خلاص خليك انت.
شوفي بقى يا منى، نص الكلام اللي انت قلتيه انا مش فاهمه، بس عشان انت قلتي سمح وانا حبيتك مستعده بقى اصدقه. مش عارفه يا زوزي حبيبتي، انت لو سمعتي ونفذتي النصيحه اللي انا قلت لك عليها دي عمرك ما هتحسي بوجع المفاصل ده تاني، وهتدعيلي. انا بدعيلك من غير اي حاجه، كفايه القعده الحلوه دي. لا وايه؟ اكلها كمان حلو جدا. الهانم دي كانت عزمانه من 10 ايام على ممبار انما هايل. الله، انا بحب الممبار قوي. يا حبيبتي حدوقي وتحكمي بنفسك. ربنا يكرمك على اللي انت بتعمليه ده. تعرفي يا منى اللي انا حسيت بيه بعد جلسه التامل دي كوم، وكلامك الحلو وقعدتي معاكم كلكم دي كوم تاني خالص. لا هنقعد بعد كده مع بعض كتير قوي ان شاء الله. متكلميه طيب بدل ما تغلبينا كده. هو مين ده اللي مخليكي من ساعة ما جيتي مش قاعدة على بعض؟ احنا اتخانقنا النهاردة من ساعة ما طلعت من المستشفى، احنا بنتخانق كل يوم تقريبا وساعات كذا مرة في اليوم الصراحة. طبيعي يا أمينة، المرض ده بيخلي الناس اللي حوالينا متوترة، برضو الأدوية والتعب يمكن بيخلوكي متعصبة شوية. ما هو أصل عمر مش فاهم ده، هو مش فاهم إن أنا ساعات ببقى متعصبة وصحتي مش زي الأول، وعايزني أرد على التليفون أبقى ببتسم وبضحك. معلش معلش. طيب يا جماعة أنا هتحرك دلوقتي، كمان كام ساعة هسافر فلازم أجهز شنطتي وهسيب قعدة البنات الحلوة دي. والله لو رحت الصين مش هتعرف تهرب مننا. أنا عارف. طب لا خلاص بقى كلنا نمشي، أنا هقعد أعمل إيه؟ إيه ده إيه ده ليه؟ إيه الجو ده؟ زوزو صعدت ولازم أروحها خلاص. إيه ده؟ أنا كمان هنمشي بقى. عاجبك كده يا سخيف؟ وأنا مالي؟ كلهم. خلاص خليكوا هنا أنا مالي. يلا يا زوزو. يلا يا حبيبتي. ايه ده يا شادي انت ماشي؟ اه يا طنط معلش بقى. يا حبيبي اوعى تنسى تقرا الاسكارات اللي انا قلت لك عليها وقت العلاج. حاضر حاضر. شكرا على القعده الحلوه بقى. يا حبيبي ان شاء الله باذن الله لما تخف وترجع بالسلامه هعمل لك ممبار وحمام محشي. خلاص طالما في ممبار لازم تستنوني لحد ما ارجع. اه بيموت فيه بيقزقزه كده زي الفشار. الفشار كسف انه يخلصه مثلا. الله اكبر. لا يا ميرسي ميرسي قوي على القعده الجميله. باي باي. مع السلامه. ميرسي باي باي. باي يا هبه. باي يا حبيبتي. يلا يا زوز. يلا يا حبيبة قلبي. يلا يلا. ازاي؟ طب ما قلتش ليه ان انت جاي؟ يعني قلت اجي اوصلك بدل ما تيجي من غريب. ازيك يا عمر؟ هاي يا عمر. كويس الحمد لله. ما دخلتش ليه؟ لا كان عندي كام مكالمة شغل كده قلت اخلصهم في العربية. طيب كويس اني شفتك. طيب يلا 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 باي 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 يا سليم. باي 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 يا عم نعيم. باي يلا يا عم نعيم. السلام. يلا حبيبي. يلا. انا مش فاهم بقى هي المجموعه دي عشان تدعموا بعض ولا عشان تملوا حياه بعض. انا اللي مش فاهمه اصلا انت ايه اللي مضايقك يا عمر. ممكن ما تقابليش سليم ده تاني ولا مش ممكن؟ في ايه يا ولاد؟ ما تتروقوا شويه. حاضر يا زوز هنروق. متخانقه مع اصحابك ولا ايه؟ ايه ده ليه بتقولي كده؟ انا عشان راجعه بدري يعني ما سهرتيش معاهم. أنا حقيقي مش فاهمة. أرجع بدري تتضايقي، أرجع متأخر تتضايقي برضو. أعمل أنا إيه يعني مش فاهمة؟ أم حبيبة على قلبي لما بترجعي بدري مش أحسن من سرمحتك في الشوارع؟ كملي لعب. بس بجد بقى كانت قاعدة لطيفة جدا. آه جدا. الله. هاي هاي. أنتوا كنتوا مع بعض ولا إيه؟ اه اه ازاي قلتي لي انك رايحه عند الشوشات وانتي رحتي على المجموعه؟ انتي قلت لي انك رايحه عند الشوشات؟ انا ما قلتش. عموما انا خلصانه بنتك تحكي لك. اوكي الو. ازيك يا امينه؟ انا عزه ماما شهد. اه اهلا وسهلا.
ألف سلامة عليك يا حبيبتي. الله يسلمك يا طنط. ما تقلقيش يا أمينة، شاهدي دماغها نشوة بس قلبها من قلب أبوكي. وسيبك من الكلام اللي قالته لعمك، هي هتعمل التحاليل وإن شاء الله هيطلع مطابق وتخفي وتبقي زي الفل. ما تخافيش يا حبيبتي، ربنا كريم، ياما شفنا ناس وخفوا بقى زي الفل، وربنا هيكتبها لك إن شاء الله. إن شاء الله يا طنط. وعايزاكي ما تخافيش، لو نادية جات لنا زي ما شهد قالت لعمك، أنا هشيلها فوق راسي. أنا حابة أكلمك تاني عشان أطمن عليكي. حاضر. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. ماليش، كنت بغير. انا شايفه ان التليفون اللي جالك ده غير لونك شويه. لا هو انا لوني بقى مخطوف على طول يا ماما، انت بس اللي مش واخده بالك. في حاجه؟ هو صراحه في حاجه انا كنت عايزه اقول لكم عليها. انت عارفه ان انا احتمال كبير قدام احتاج نقل النخاع. هو انكل عادل قال لك؟ انكل عادل؟ وانت كنت عارفه؟ بس انا عملت تحاليل وانا تحاليل ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوه يا بنات؟ انت عملتي تحاليل؟ احنا اتفقنا ما نقولكيش غير لو يعني التحاليل طلعت متطابقه، بس هي للاسف ما طلعتش. هو ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ مش مهم ده دلوقتي يا ماما. المهم ان انا قدام احتمال كبير احتاج نقل نخاع. يعني اللي هو ايه يعني؟ نجيبه منين؟ هنجيبه من واحدة في اسكندرية اسمها شهد. شهد؟ أختك؟